معانا سيادة اللواء أحمد هاشم الخبير المروري. أهلا بيك يا سيادة اللواء، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير لحضرتك، مع حضرتك اللواء أحمد هشام، وأهلا بحضرتك وبأسرة البرنامج والمشاهد الكريم. أهلا بحضرتك سيادة اللواء أحمد هشام، وبقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب يا رب، وعيد سعيد علينا كلنا. يا رب جميعا، وعلى مصر جميعا إن شاء الله، والأمة الإسلامية والعالم أجمع بإذن الله. سيادة اللواء، لو حضرتك تدينا بعض يعني النصايح في العيد، ازاي الناس تتعامل، ازاي الناس تسمع لبيانات وزارة الداخلية، ممنوع ركن على الكورنيش يبقى ممنوع ركن على الكورنيش، نسمع التعليمات الأمنية من اللي بتقولها لنا وزارة الداخلية، لو حضرتك تشرح لنا او تنصحنا نعمل ايه في الثلاث ايام او الاربع ايام الجايين. طبعا في البدايه، طبعا القياده السياسيه وهي على راس الدوله والمسؤول عن الدوله وعن مجريات الحياه في جمهوريه مصر العربيه، سيادته والحكومه المصريه حذر من كوفيد 19 ان هو ما زال موجود، والناس لازم يكون عندها نوع من الاحتراس خصوصا في العيد. وطبعا معروف انه بالنسبه للعيد الاضحى المبارك كل الناس بتتجمع فيه، وبيحصل التلاقي وزياره الاهل والاقارب، وكان التوجه للمتنزهات ودور السينما والملاهي والمسارح وغيرها اللي بيحصل فيها اماكن من تجمعات الساده المواطنين. كل هذه الامور طبعا بتساعد بشكل كبير على ارتفاع نسبه الاصابه كوفيد 19 او بالنسبه للكورونا المستجد. لذلك القياده السياسيه منذ ايام قليله سيادته في اثناء افتتاحه للمدينه الصناعيه في روبيكي حذر الساده المواطنين من عدم التجمعات والتلاحم حتى لا ترتفع نسبه الاصابات بكوفيد 19، والحمد لله النسبه دلوقتي بقت يعني تعتبر اكثر من ممتازه سواء بالنسبه للاصابات او بالنسبه للوفيات، فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقلل هذه النسبه ولا ننزل. ايضا الحكومه المصريه في اعلانها وببيانها عن العيد الاضحى المبارك برضه السيد رئيس الوزراء حذر من الساده المواطنين من عدم التلاحم وعدم التجمعات في عيد الاضحى المبارك حتى تزداد نسبه ارتفاع كوفيد 19، لان طبعا نتيجه الارتفاع هيكون في رد فعل عجزي من الحكومه ان هي هتضطر ترجع الى الاجراءات الاحترازيه كانت استخدمتها مسبقا، ونحن لا نامل ان احنا نرجع ليها مره ثانيه حتى لا تتاثر الاقتصاد المصري او الحاله النفسيه بالنسبه للمواطن المصري. من ضمن الاجراءات الاحترازيه اللي اتخذتها وزاره الداخليه ان هي هتقوم بنشر كافه الخدمات الامنيه والمروريه على مستوى الجمهوريه، وذلك للتاكد من التزام الساده المواطنين بالاجراءات الاحترازيه وخاصه بالنسبه لدور السينما. احنا عارفين ان دور السينما رجع تاني. سياده اللواء، سياده اللواء، انا مش هلتزم وهروح اركن العربيه على الكورنيش اصله، ويجي لي بقى مين الشرطه اقول له ما تعرفش انا مين، اصل انا معلش ده انا 10 دقايق وماشي، انا ربع ساعه وماشي. فلو حضرتك بس تقول للساده المواطنين اللي هيصمم يركن عربيته على الكورنيش ايه اللي هيحصل؟ لا طبعا ده امن قومي حضرتك، ده امن قومي ما فيهوش اي مجاملات او اي استثناءات، الحاجات اللي بيكون فيها امن قومي دي ما فيهاش مجاملات او استثناءات. طبعا في هذه الحاله هيتم رفع السياره بالونش، وهيتم توقيع غرامه شديده على قائد السياره، هذه الغرامه قد تصل الى 4000 جنيه. هذا بالاضافه ايضا ان هتكون في خدمات ثابته ومتحركه على طريق الكورنيش، وذلك لمنع السيارات نهائيا من الوقوف. وعايزين بس نحدد للساده المواطنين ان بالنسبه للقاهره والجيزه واسيوط ده هيكون منع نهائيا وقوف السيارات بنفس الموقع، اما بالنسبه للموقع المحافظات فهيتم تحويل الطرق بحيث هيكون ممنوع نهائيا منع السير في طريق الكورنيش الا ما عدا القاهره والجيزه واسكندريه واسيوط، ده هيسمح فيها بالسير في طريق الكورنيش، لكن ممنوع الوقوف نهائيا في كافه محافظات مصر. تمام. في القاهره الكبرى بالنسبه لطريق الكورنيش، وذلك لمنع تجمع الساده المواطنين ومنع التلاحم حتى لا قدر الله لا يحدث انتشار لهذا الفيروس العين. احنا بنشكر حضرتك جدا يا سياده اللواء، سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري، الف شكر لحضرتك. وسياده اللواء اكد يعني بعد التاكيدات دي كلها، احنا بس عايزين نقول اذا كنت انت عاوز تتفسح في وقت العيد بل ابعد عن الكورنيش خالص، لا في القاهره ولا في بقيه المحافظات، ابعد تماما عن الكورنيش، لا تروح تركن عربيتك ولا تروح تتمشى على الكورنيش، يعني شوف حاجه غير دي خالص، لان الموضوع فعلا بيبقى صعب جدا. ويعني سياده اللواء قال امن قومي، ما دام خلاص ممنوع يبقى ممنوع، ممنوع ليه؟ عشان فكره الازدحام وفكره كورونا، هي في الاخر خالص احنا مش عايزين نبقى طلعنا من فتره العيد بخساره كبيره خالص ان احنا
نرجع تاني للاصابات والاصابات ترجع تزيد تاني. هو ممكن الاصابات ترجع تزيد تاني، طبعا ممكن ترجع تزيد تاني، ياما دول كتير في الفتره اللي فاتت رجعت الاصابات زادت تاني، وده ما نتمناش طبعا ان هو يحصل.